بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس الافتر افكتس. تحديدا النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا في مجال الكومبوزيتنج ومجال الفيلم ميكنج عامة، وهي الكالر كوركشن. الكالر كوركشن من الحاجات اللي تقدر تقول عليها يا اما تخلي العمل ناجح قوي، اما تخلي العمل فاشل قوي. color correction له احوال كتير، مش بالضرورة معنى ان انا اقول color correction ان اللقطة تكون جاية غلط وانا بصلحها، لا الموضوع مش كده. color correction له كذا حالة، يا اما بتبقى مثلا اللقطة فعلا جاية لك غلط فيها عيوب تصوير، يا اما اللقطة جاية متصورة كويس وكل حاجة لكن انت عايز تضيف عليها اللوك او السينماتيك لوك المفروض انها تظهر بيه على شاشة التلفزيون. طبعا مش اي لقطة بنصورها بناخدها يبقى هي هتطلع زي ما هي كده، لا ده الموضوع بيعدي على مراحل كتيرة قوي عشان اللقطة تطلع على شاشة التلفزيون. طبعا مش دي الاحوال برضو اللي بيتم فيها color correction، لا يعني مثلا انا قلت عندك لقطة اصلا جاية بايظة، لقطة تانية المفروض ان انا بحط لها اللوك بتاعها، ممكن يبقى فيه لقطة تالتة بعمل فيها مش color correction كامل او زي ما بنقول عليه primary color correction، لا انا ممكن اكون بعمل فيها secondary color correction. من برضو الاحوال التانية انه ممكن يكون اللقطة ملقوطة، يعني اسف متصورة كويس وكل حاجة لكن مثلا عندي في الخلفية حاجة ملفتة للنظر قوي فتجذب عين المشاهد عن الاكتورز اللي بيتصوروا او الهدف اللي انا عايزه من اللقطة. ازاي نفادي العيوب دي كلها او ازاي نتخلص من المشاكل دي، ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الكورس الدرس. يعني هو بصراحة هو يعتبر كورس مش درس، ان انا احاول ان انا اغطي يعني الجوانب المهمة من الكالر كوركشن. برضو عايز اتكلم على امتى نستخدم ليفلز، امتى نستخدم كيرفز. طبعا الاتنين يعني متشابهين الى حد ما، لكن في فرق بين الاتنين. اولا الليفلز ده بيستخدم بنسبة 90% عشان تعمل التوازن بين البرايتنس والداركنس، او تعمل توازن بين النقط او البيكسلز الفاتحة قوي. واما الكيرفز فده بيستخدم علشان ضبط الالوان في الثلاث مناطق اللي المفروض الالوان تتظبط فيهم، اللي هما الهايلايتس او المناطق الفاتحة قوي، الميد تونز او المناطق اللي بيبقى اللون فيها مسيطر على الصورة اللي هي الالوان الوسطى اللي هي غامقة ولا هي فاتحة، وكمان الشادوز او المناطق المظلمة من الصورة. ده احوال استخدام الكيرفز والليفلز. برضو هنتكلم على الطريقة بقى الجميلة قوي والاحترافية قوي في الكالر كوركشن، اللي هي بلوجين بينزل مع الادوبي افتر افكتس سي اس 5 اللي هو الاس اي كالر فينس بلوجين، تقدروا تقولوا عليه color correction studio بدون مبالغة، يعني لدرجة انك لو شفت البلوجين هتقول ان ده برنامج تاني لحاله غير الافتر افكت. بداية انا عندي هنا كام composition عشوائيين على ما افتكر، في اتنين منهم كانت في نهاية التعليم للبريمير اللي هما الاثنين دول، فريق اجنبي انا مش متذكر اسمه ايه ومش عارف هو ايه بالظبط، لكن امثلة كويسة. لو جينا ان احنا مثلا ناخد اي حاجة ولتكن صورة زي دي، صورة زي دي انت ممكن تقول انها مفيهاش حاجة متاخدة كويس بس مش جاهزة انها تطلع على الشاشة، مش بدرجة اللون انها تطلع على الشاشة. يعني
وليكن ان احنا لو قربنا الصورة قوي هنلاقي ان الوان الاعشاب دي باهتة الى حد ما، يعني مش التفاصيل مش باينة مش واضحة. هنا برضو نفس القصة، الصورة بوجه عام كلها على بعضها فيها يعني عملية بهتان شوية، لو طلعت على الشاشة بالشكل ده مش هتبقى ملفتة ومش هتجذب المشاهد ان هو يتفرج عليها. طيب اول حاجة تعالوا نشوف، لو احنا حطينا ليفلز، نتكلم على ليفلز شوية على الصورة دي. ليفلز لحد سي اس 4 ما كانش بيطلع لك بالشكل ده، ما كانش بيجيب لك توازنات الالوان اللي هي الار والجي والبي والالفا في الهيستوجرام بتاعه. لكن انت عندك في التشانلز عندك يا اما ار جي بي يا ريد يا جرين يا بلو يا الفا، يعني بتحكم في الريد في المناطق الفاتحه والغامقه، جرين مناطق فاتحه وغامقه، بلو مناطق فاتحه وغامقه والفا. غالبا في الليفلز بالذات ما بستخدمش اي قناه، بشتغل على الار جي بي. في نقطه في الليفلز دايما هتلاقي فراغ في الاول وهتلاقي فراغ في الاخر، او في الاول وفي الاخر، يعني حسب ما انت بتحب الترتيب. دي النقطه دي او النود ديت دي بنسميها الانبوت بلاك، او التحكم في المناطق الغامقه، بمعنى تاني التحكم في الشادوز اللي موجوده في الصوره. عندي اللي في النص تقدروا تقولوا عليها الميد تونز، او نقول عليها الجاما اللي هي الفتحان بوجه عام بتاع الصورة. الناحية التانية طبعا الانبوت هوايت اللي هي بتتحكم في المناطق الفتحة. كده كده ليفلز غالبا بيسيب هنا فراغ، الفراغ ده هو لون بس، هو بيقولك ان اللون الفعلي بادئ من اول هنا. اذا انا لو خدت ده خدته شوية لجوه، انا عم خدته حبة صغيرين، يعني انا هاخده كده وهشيل الليفلز. شفتوا الفرق اللي عمله؟ اداني شوية ديتيلز هنا، يعني انا عملت كده وجيت عملت ليفلز، اداني فعلا الشادو ظهر شادو، مع اني ما عملتش حاجة. كل اللي انا عملته ان انا بس شلت الزيادات اللي هي ملهاش لازمة، الحاجات البهتة او الصبغة البهتة اللي كانت على الصورة اللي ملهاش لازمة. نفس القصة ساعات بيديها لك من الاخر عشان نحكمها صح. نروح لكل قناة ونشوف الريد، تمام؟ اي نعم، انا ممكن اخد الريد احطه هنا، تمام. اروح للجرين اخد الجرين احطه هنا، اهي بدأت الدنيا تظبط شوية. اروح للبلو، تمام، واخد البلو احطه هنا. ممكن ان انا كده ظبطت خلاص، انا كده الشادوز والدنيا كلها بقت مظبوطة. ممكن اروح على الار جي بي بقى بوجه عام، وممكن ان انا ارفع الجاما شوية بتاعت الصورة. اصبحت انا خدت الديتيلز بتاعتي، ولو انا عملت كده اعتقد الفرق بان، الاخضر ظهر اخضر والشادوز ظهرت شادوز، الميد تون ظهرت ميد تونز. ده بالنسبة ليه الليفلز وازاي ان احنا نستخدمه. عندي هنا السلايدر اللي في الاخر ده، ده لو انا حبيت ان انا اطفي صورة كلها بوجه عام، اللي هو الاوتبوت هوايت اللي هي النتيجة النهائية، والاوتبوت بلاك ده لو انا حابب ان انا افتح الحتت المظلمة من الصورة. وعلى فكرة ده بيأثر على الصورة كلها، لكن بيأثر اكتر على المناطق اللي فيها شادوز. ده بيأثر برضو على الصورة كلها، تمام، لكن بيأثر اكتر على المناطق اللي فيها برايتنس. ده بالنسبة ليه الليفلز واستخدامه. طيب لو احنا رحنا خدنا الكيرفس وحطيناه على الصورة بالمنظر ده، كيرفس دايما دايما المشهور عنه، دايما المشهور عنه اللي هو الاس كيرف، او بنقدر بنقول عليه الساتوريشن كيرف. الساتوريشن كيرف يعني ان انا بظهر المناطق الفاتحة وبقلل المناطق الغامقة بالشكل ده. ده الاس كيرف، وزي ما احنا شفنا ظهر شوية من الديتيلز بتاعت
البحر. ده طبعا برضو نفس الموضوع، يعني الكيرفز تقدر لو انت عايز اخد شوية من الريد، بمعنى ان انا مثلا شايف ان الريد هنا عالي شوية، طب دي المنطقة دي المفروض انها ميد تون، المفروض انها ميد تون، يعني ما هياش لا هايلايت ولا هي شادوز. اذا انا لو انا اخترت الريد يبقى مش هشتغل لا هنا ولا هشتغل هنا، لا انا هضغط احط النقطة في النص واسحب الريد لتحت شوية بعض الشيء، فزي ما انت شفت اختفى من هنا الى حد ما، لكن ما تأثرش في بقية الصورة. طبعا حتة الكرر كوريكشن بترجع لك انت، او بترجع لذوقك انت، او بترجع للارت دايركتور او المخرج بتاعك طالبه منك. دي من ناحية. من ناحية تانية، انا عايز ادي للصورة لوك واخد على ازرق شوية او ازرق مخدر. طيب تعالوا هنا، لو انا عايز ارفع اللون الازرق يبقى اذا انا ارفعه في الهايلايتس، تمام، وارفعه الى حد ما في المناطق اللي فيها شادوز. على فكرة حته الكارا كوريكشن ملهاش مبدا، انت بتتخيل الصوره ممكن يبقى شكلها عامل ازاي. اروح للبلو ومثلا هقول ان انا هرفع البلو شويه في اهو، بصوا شفتوا، يعني انا لو رفعت البلو شويه كده اهو لون الايه، يعني انا هشيل ده كده، يعني اعتقد الفرق واضح جدا في الميه. لو انا رحت على الجرين، الجرين هرفعه فين؟ الجرين محتاج انه يترفع في الشادوز شوية علشان يظهر، وطبعا مش في الشادوز يعني هنا، لأ لو هنا هيترفع هنا، لكن انا عايزه فوق سنة، يبقى ممكن ان انا اجي هنا كده واسحب الجرين سنة. خلوا بالكو مش بالشطارة، مش هضغط واسحب، لأ بالراحة، لانك انت لو سحبت فوق قوي ضاعت. تمام، كنترول زد وارجع. لما بطلع بالكيرف بطلع بيه واحدة واحدة. فاذا طالما احنا ظبطنا الليفلز، المناطق الفاتحة والغامقة ظهرت او حصل بينهم تباين واضح، اجي بعد كده للكيرفز عشان اظبط الالوان بتاعتي. طبعا انا لو انا قفلت ده وقفلت ده شلت الاتنين، ادي المنظر، ليفلز جميلة، كيرفز احلى. ده بالنسبة لاستخدام الليفلز وبالنسبة لاستخدام الكيرفز. برضو في حاجة، افرض انا عايز اعرف ايه هو اللون الغالب على الصورة، بمعنى انا هنا مش عارف بالظبط، او خلونا نشيل الاتنين عشان نشتغل على السورس فيو، انا هنا مش عارف بالظبط ايه هو اللون الغالب على الصورة، متلخبط بين اللون ده وبين الاخضر وبين الازرق وبين السماء، اعرفها منين؟ تعال هنا للشو كولر تشانلز او شو للتشانلز اند كولر مانجمنت، اضغط عليها. دي كده الار جي بي. لو انا خدت الريد، تمام، هلاقي ان الريد يعني قوي، يعني الى حد ما قوي قوي هنا في الشادوز، وبيبدا واحده واحده ان هو يتلاشى فين؟ في الميد تونز. طيب لو احنا رحنا للجرين، الجرين هنا خدتوا بالكو، هرجع للريد، بصوا للحتة دي كلها، لو انا رحت كده شوفوا الجرين فين، تمام. طيب اعرفها ازاي؟ اقول لك، شفت انت الانفو، اقف هنا كده، تمام، انزل بقى تحت خلاص مع الجرين، شوف الجرين وشوف الريد، او شوف قيم الاتنين. طبعا هي استحاله تكون ثابته، لكن بتبان قوي ان هنا اغمقت قوي لما اخترت اللون الاخضر. طيب الازرق هو مغطي على الدنيا كلها، اذا فعلا كان احنا معانا حق لما رفعنا هنا اللون الازرق، تمام، في منطقه الهاي لايتس، ان هو فعلا اللي مغطي على الصوره كلها. طبعا بعد كده الالفا طبعا مش هتدي لك، ان هي اصلا ما بتحتويش على قناة الالفا، دي ار جي بي ستريت، لكن انا مش عارف والله ار جي بي ستريت مشغلش عليها قبل كده، لكن انا عارف ان الار جي بي والبي دي. ده بالنسبة للليفلز مع كيرفز اداني
الافكت. طبعا اقدر ان انا يعني ممكن في ليفلز على فكره سحب ده تحت ده تمام يعني بيعمل شويه فرق، لكن خلي بالك في حاجه المفروض كان في هنا ديتيلز ورق دبلان. لما انا نزلت الكيرفز تحت ليفلز تحت الكيرفز الديتيلز دي راحت، لكن لو انا رفعت كده الديتيلز دي رجعت. فممكن ان انا لو محتاج ان انا اغمق الصوره ممكن احط ليفلز مره تانية، ممكن احط ليفلز مره تانية. وممكن انا بوجه عام بقى ككل ان انا اسف ان انا ممكن اقفل الصوره شويه، ده لو انا محتاج ان انا ارجع لون السماء او الحته دي كانت برايت قوي فانا محتاج ان انا ارجعها شويه. ده كان استخدام الطريقه القديمه او الاولد فاشون بتاعت الكالر كوركشن. طبعا كيرفز وليفلز هتمشي انت على نفس المنوال دوت، لكن مع سي اس 5 اعتقد ان البلاجن ده موجود كنسخه لوحدها ممكن تتسطب مع سي اس 4. متهيألي كده ان الابيرشر كالر فينس موجود مع نسخة او موجود فري تقدر ان انت تعمل له سيت اب وينزل مع السي اس 4. صراحة ما جربتش لان انا شفته مع السي اس 5 فبدأت اشتغل عليه مع السي اس 5. تعالوا بقى نشوف ازاي نكالر كوركت حاجة زي دي مع الكالر فينس. تعالوا ناخد الويف اند كوست نفس الصورة ونحطها في كومب تانية يعني عشان بس يبقى الفرق باين بين طبعا دي الطريقة اليدوية الى حد ما كويسة، لكن صدقوني فكركم هيتغير خالص بعد ما نشوف الطريقة التانية. تعالوا نروح ل كالر فينس، هو انتاج شركة ساينسيتك ابيرشر كالر فينس، على ما اعتقد ان الشركة دي عاملة برنامج للكاميرا تراكينج، مش متذكر بس انا فاكر ان انا قريت الاسم ده قبل كده. نسحب الكالر فينس ونحطه هنا على الفوتج بتاعتنا. الكالر فينس زي ما انتم شايفين كده تقول مفيش فيه اي حاجة، لكن فكرك هيتغير خالص بمجرد ما نضغط على الزرار ده او نضغط بس على سيمبليفايد. تعالوا نشوف السيمبليفايد بتاعه وبعد كده نروح للفول انترفيس بتاعته. انا بس هقفل كل الكلام ده عشان انا مش هحتاجه عشان اوفر مساحة اكتر للمعاين. تعالوا نفتح السيمبليفايد انترفيس اتخضيته صح بتاعت الكالر فينس. طبعا واحد هيستسهل يقول لي يا سلام عندك اوتو كالر اضغط، هقول لك لا هو ده اللي انت عايزه مش ده اللي انا عايزه، انا عايز اديها لوك. ده انا لو عملت دي كده لا يبقى دي احسن، فمش في كل حاجه هضغط اوتو. انا بصراحه ما عمري ما ضغطت عليه، ف هعمل كنترول زد عشان نشوف نقدر نعمل ايه. مبدئيا عندي الفور ويلز دول او الاربع عجلات بتوع الالوان دول عندي في الماستر، اقدر ان انا اسحب الصوره ناحيه الدرجه اللي انا عايز. يعني مثلا لو عايز ادي وورم كلر او ادي دفء على الصوره دي هاخد الويل دي اضغط هنا في النص واسحبها ناحيه اللون البرتقاني زي ما انتم شايفين. اقدر ان انا اسحبها ناحيه اي لون انا عايزه، يعني انا عايز اديها مثلا اوديها ناحيه الازرق كده مثلا يعني او كده او كده، يعني حسب ما انت عايز الفاينل لوك بتاعك يبقى عامل. طبعا مش شرط اوديها هنا لا، يعني انا ممكن هنا ممكن يعني القناعه كنز لا يفنى. وعلى فكره اقل سحبه فعلا بتاثر، يعني انا لو خدتوا بالكم في تغيير بسيط. طب نطلع كده بصوا لي على ميه البحر دي تمام، لو انا رجعت ورا وطلعت بس قدام اهو شفتوا التغيير ولو انه يكاد يكون مش ظاهر لكن فعلا بيفرق. بمعنى اصح انا هسيب الماستر كده واشيل لكم بس دي اهو شفتوا بس يا دوب شديته سنه بسيطه. ده على الصوره كلها لا هيفرق بين الشادوز ولا بين الهايلايت ولا بين الميد تونز. طيب امسك بقى الصوره حته حته، تعالوا كده عشان تبقى كل حاجه باينه، هوايتس باينه، شادوز باينه، ميد تونز باينه.
تعالوا نقول مثلا عايز اسحب الشادوز ناحية مثلا، هي الشادوز جنب ايه؟ جنب او المناطق المظلمة جنب الجرين وجنب مثلا اللون ده، وده ايه يعني؟ ممكن يبقى لون رملي شوية، يعني ممكن انه يبقى في الحتة دي. يعني لو سحبت الشادوز سحبة بسيطة ناحية فعلا ناحية الحتة دي كده، لان الحتة دي جاية بين ايه؟ بالاصفر والاخضر، وهي تقريبا بين اللونين دول. لو رحت للميد تونز، ودي اللي هتأثر لي على الصورة بوجه عام، اعتقد الميد تونز واضحة قوي، اللي هي درجات اللون البرتقاني، او هتبقى في المنطقة دي. يعني لو سحبت الميد تونز لفوق كده شوية، بدأ يدي ديتيلز الاخضر بان. طبعا يعني لسه لو انا قفلت ده تمام، طبعا يعني ممكن تكون انت مش شايفه، لكن صدقوني الفرق اعتقد انه واضح، يمكن مش واضح قوي لان الصورة اصلا اكتر حاجة فيها الهايلايتس، اكتر حاجة فيها الهايلايتس الا الدايرة دي. الهايلايتس دي بقى واضحة قوي انها رايحة ناحية البلو، يعني اكتر حاجة عندك السماء والبحر. والله انت بالخيار، ممكن اوديها على البلو على الجرين او بين الاتنين. اعتقد ان لو بين الاتنين هتبقى احسن، عشان تخدم اللون الاخضر وتخدم لون البحر اللي مايل ناحية الخضار المزرق او الازرق المخضر. يعني كل واحد له وجهة نظره. ناخد دي ونسحبها كده شوية كمان. اعتقد انها بالشكل ده، يعني متهيألي لو انا عملت كده وضحت قوي، كل حاجة خدت اللون بتاعها. طبعا يعني فرق، طبعا هنا هو اللي قافلها كده الليفل التاني، يعني لو عملت كده الدنيا هتفتح الى حد ما، لكن طبعا الطريقة دي جميلة جدا. طيب ده بالنسبة للاربع دوائر دول. لو انا نزلت تحت، احلى حاجة والله في الافكت ده مدي لك، شفت الكيرفز براحتك بقى. ادي الماستر، الماستر ده على كله. طب ادي الريد، ادي الجرين، ادي البلو. هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في اللوك النهائي للصورة. انا مطلوب مني اطلع مشهد عامل ازاي؟ هل المشهد مطلوب ان انا اطلعه يعني مشهد زاهي؟ مش فانا مشهد زاهي بسيطة، هقوم رايح هنا رافع الهايلايتس شوية مش كتير، واجي هنا اخف او اطفي الشادوز شوية تمام بالشكل ده كده. هل مثلا عايز ارفع الريد في مكان معين؟ ماشي، هرفع الريد مثلا، هقول ان انا هزوده السنه هنا عشان ما تبقاش باهته، يبقى اروح في الميد تونز، وخلي بالك هي ميد تون قريبه للشادوز شويه، فما تطلعش فوق قوي، يعني ممكن تبقى هنا. هو بصراحه يعني الراجل موري لك كل حاجه، ادي الهايلايتس وينزل لغايه ما يجي الميد تونز اهي، شادوز اهي. يعني انا ممكن اجي هنا وارفع الريد سنه، اهو رجع هنا. طب جميل، البلو عايز يترفع فين؟ نقدر نقول انه عايز يترفع في الهايلايتس القريبه من الميد تون، مش لان دي خلاص دي هترفعها من هنا، دي كلها هتضيع. فانا ممكن اجي هنا وارفع البلو هنا مثلا، اثرت هنا بس هنا ما راحتش. الجرين يعني نفس الموضوع، ممكن اخده في الميد تونز لفوق بعض الشيء بالشكل ده كده. اذا كده انت عن طريق السيمبليفايد، طبعا يعني انا مش عايز اتطرق للي تحت، اللي تحت يعني ما استخدمتوش لك وهيضيع مننا وقت كتير، لربما ممكن ناخده في درس تاني، لكن انا عايز اتكلم في المهم قوي اللي هي الفور ويلز والليفلز. طبعا هيو ساتوريشن عندي على الماستر وعلى الهايلايتس وعلى الميد تونز. اقدر ان انا يعني انا مثلا عايز اجي هنا واخف في الساتوريشن بتاع الهايلايت شويه تمام، يعني التباين ماشي. اسف، كنترول زد، اسف اقصد الساتوريشن مش الهيو، معلش. لو انا قللتها يعني كده تمام، ظبطت لي الالوان الى حد ما. ف اشيل ارجع كل حاجة زي ما انت شايف، خدت اللون بتاعها والشكل الاساسي اللي المفروض انها تطلع بيه بعد كده على الشاشة. ده
كله كان من السمبليفايد كولر كوركشن او السمبليفايد انترفيس بتاعت البلوجين. تعالوا بقى نشوف نموذج تاني لل color correction، وليكن مثلا هاخد الستيل في دي، وتعالوا نشوف ايه العيب اللي فيها. هي بصراحة صورة كويسة ومنظر كويس شكل كويس، بس عايز اديها دي من ضمن الحاجات بقى اللي بنتكلم انها ايه، شكلها حلو لكن تاخد اللوك بتاعها، لازم تاخد لوك. هي طبعا هنا اكيد اللوك بتاعها هيبقى ورمي او دافي شوية، يعني بحيث انك ممكن تبين ان هم يكونوا في جو فيه دفء. طيب دي اعملها ازاي؟ برضو نفس الموضوع، تمام. هروح للكالر في ناس واخده احطه عليها بالشكل ده كده. طبعا لو انا عايز اظبط بقى اللوكس بتاعتها اروح برضو للسمبليفايد انترفيس، تمام. وتعالوا نروح للماستر، انا قلت عايز اطلعها في جو وليكن في وورم شويه، طبعا الشكل اختلف 360 درجه من كده لكده، تمام. دي نقطة. النقطة التانية عايز مثلا الشادوز تروح ناحية السنة ناحية اللون الأحمر، مثلا الميد تونز تيجي ناحية أصفر مخضر شوية عشان يبقى الموضوع كويس. الهايلايتس بص هنا بقى، شايف ادي عيب من عيوب التصوير، اللمعان القوي او ده ما بيتشالش، ده ما بيتشالش، لكن تقدر ان انت تدخله جوه الصورة بشكل كويس، انك انت تحاول توجه بس الهايلايتس انها تبقى قريبة من اللون ده. طبعا تعالوا نشوف بقى فرق كده من كده كده، واخده اللوك بتاعها كويس جدا جدا جدا. طبعا انا قلت ان مش كل الكالر كوركشن في صور بايظه، طب دي وكانت باهته جدا، لكن دي كانت كويسه، لكن في عايز اديها لوك معين، عايز اديها سنس معين للمشاهد اللي هيشوف. تقدر طبعا ان انا اقدر اسحب الماستر يعني اللي فوق شوية بالشكل ده كده، ممكن ان انا برضو اروح للماستر وارفع الهايلايتس واخد الشادوز لتحت شوية بالشكل ده كده. اعتقد كده بقت احسن كتير اوي اوي، الشكل بتاعها بقى احسن كتير او مما كانت بالشكل ده كده. كده خدت شكل سينماتيك شوية، شكل سينمائي شوية. طيب ده كله كان من جوه مين؟ كان من جوه السمبليفايد انترفيس بتاعت البلوجين. طب لو روحنا بقى ل الفول انترفيس، الفول انترفيس انا ممكن اخد ايه، ممكن ناخد دي نحطها هنا كده، وناخد الكالر فينس عليه. المره دي انا عندي الدنيا بايظه، يعني انا عندي اصلا الالوان مطفيه، دي اول حاجه. عندي ديتيلز كتيرة جدا جدا جدا، الوان كتيرة جدا مختفية، ما ينفعش اطلعها كده. عندي هنا اللون ده ضارب قوي، اللون ده ضارب جدا، يعني عندي شوية حاجات نظبطها وبعدين نقدر بعد كده نقول ان احنا نطلع الصورة بشكل كويس. تعالوا نروح للفول انترفيس، بيعمل لودنج وبعد كده يفتح لنا الفول انترفيس بتاعت البلوجين نفسه. طبعا الفول انترفيس مليانه بحاجات يمكن لاول مره ان احنا نشوفها. في هنا عندي هنا بنسميها السكوبس، السكوبس دي عندي فيها حاجات كتير، منها الكومبو بيعرض اهم اربعه سكوبس هنشتغل عليهم، طبعا مش اهم لكن في واحد مش موجود وده هنشتغل عليه كتير.
في عندي البريفرنسز طبعا مفيش حاجه، اللومه دبليو اف ام، وفي الواي سي ويف فورم، وفي الار جي بي ويف فورم، كل دي حاجات دلاليه للالوان. لكن بصراحه هي كلها بتشترك في نقطه، التدريج ده. هقول لكم على حاجه، كل دول ما عدا الار جي بي والجي بي ار، دول كلهم كده ما بيعبروش عن الالوان، دول بيعبروا عن الهايلايتس والشادوز، ما بيعبروش عن اي لون. طب هيفيدني في حاجات كتير. اولا دايما حاول ان الهايلايتس ما توصلش للمية. ليه؟ دي اللي انا قريته عنها، انها لما بتبقى بلول 100 او تحت المية دي بنسميها السيف بوست برودكشن اريا، او النقطة اللي مسموح بيها او الامنة في البوست برودكشن. يعني لو عليت اكتر من كده او وصلت لمية، لا ستوب، غلط، حتى لو كانت شكلها حلو. طب ما هي شكلها حلو قدامي، هقول لك ماشي شكلها حلو قدامك، لكن جهاز العرض اللي الصورة دي هتتعرض عليه ممكن يختلف عن شاشتك، تمام؟ فخلي بالك ان دي حاجات قياسية طبعا تمت بناء على تجارب كتير، فحاول انك تتقيد بيها الى حد ما. فهنا طبعا الهايلايتس عالية. وهتقولي عرفت منين؟ هقول لك حاجة بسيطة. لو انا خلي بالك من الشكل ده، طبعا اللي هقوله على ده هينطبق على الواي سي، تمام، و بس يعني على اللومة والواي سي، الار جي بي والكلام ده كله اوتوماتيك لو انت ظبطت ده هيتظبطه. لكن تعالوا بس الاول نتكلم في اننا عرفنا ازاي. انا هرجع للاول وبصوا للشكل ده، هرجع كده، تعالوا نحلله بقى مع بعض. لو انا خدت بالي من هنا هلاقي ان عندي هنا في اليمين النقطة اللي موجود فيها السماء هي اعلى نقطة عندي في السكوب، فعلا طلع من صفر لفوق، خلاص هجيب المية. لو انا دخلت بالصورة لجوه شوية هلاقي ان بدأت الشادوز تزيد، فعلا هنا مفيش حاجة، بدأ يظهر القميص بتاعه ها شوية هايلايتس، ويبدأ بعد كده يمشي لغاية ما يبقى فيه برضو شادوز. طب ايه دي اللي هي دراع الاخ ده، بدليل انا لو عملت بلاي او دراعه اختفى. تاني هرجع فريم 2 3 4 5 اهو، دراعه اختفى، هنا اختفت. لو مشيت كمان شوية اهو دراعه ظهر، بدأت ال ما علينا، المهم دي كمان ظهرت، خلاص الفانيلا بتاعه ظهرت، فبرضه ظهر لي هنا شوية هايلايتس، نفس الموضوع. اذا دي الجزء اليمين هنا بيمثل الجزء اليمين هنا، والجزء الشمال هنا بيمثل الجزء الشمال هنا. طبعا طالما هتعامل مع المناطق فاتحة ومناطق غامقة اوتوماتيك اروح للكيرفز، هجيبها منين؟ فوق قلنا دي السكوبس، تحت كل ما تتخيله عشان تظبط اللون. عندك يو ساتوريشن، عندك ار جي بي، سي ام واي كي للناس اللي بتشتغل طباعه، تمام، دي مش عارفها بصراحه، الكيرفز والليفلز، تمام، دي اللي هتهمنا، الليفلز والكيرفز والهيو والساتوريشن والسكندري، بس هاجي لها بعدين. طيب لو انا رحت لليفلز، طبعا عندنا هنا الريزلت، دي النتيجه، السورس ده الفيديو الاساسي، السبليت سورس ده بيقدر ان انت لو عملت، شفت ده لو انت خدت ده كده وخدت من تحت برضو كده، انا هخليها هنا عشان يبان الفرق على القميص، فبيبان لك الريزلت هنا والسورس هنا، هاخده كده شوية عشان يبقى باين وظاهر اكتر، يعني بالشكل ده، ده السورس. طيب لو انا بقى رحت عايز انزل دول، لو انت عايز تنزل المفروض تاخدها من الاوت بوت، يعني تسحب الاوت بوت بتاع الهوايت عشان تقلل الهايلايتس دي، هي لسبب ما عندي هنا مش باينه للاخر، لكن عامه ممكن تقدر تجيبها من الهايلايت ريكفري اللي هو بيوازن الاثنين مع بعضه. بصوا كده، لو انا سحبت الهايلايت ريكفري العمليه بتبدا تقل تقل تقل، يعني حاول انها تخليها فوق 80 بحاجة بسيطة. طبعا لو رحت ده السورس، بصوا بقى الريزلت،
شفته اللون ايه؟ ما عادش بلو، ما عادش بلون اب يعني فاتح قوي، لا خف شويه. تمام، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للومه ويف فورم. تمام، طبعا انا قللتها لو انا مشيت بالكليب، طبعا امشي بيه برضو عشان اشوف هتعلى مش هتعلى، حاجه تانية ممكن تعلى لفوق بالشكل ده كده. طالما المين تارجت عندي اتظبط، دي طبعا كانت اهم حاجه عندي، طبعا لسه تباين الالوان دي كانت اهم حاجه عندي. ممكن اجي في الانبوت، ممكن لو انا عايز اغمق الشادوز السنه، وفي نقطه برضو عايز اتكلم عليها، حاول انك انت ما تنزلش تحت الصفر، حاول انك انت لا في الميد تون ولا في الشادو ولا في الهايلايت. يعني عملت كده اهو، بص ايه اللي هيترفع فوق؟ الهايلايت. هرجع للقديم تاني؟ لا، انا خليني تحت. طب الميد تون، يعني الميد تون ممكن تقول ماشي، لانها مش هتزق الهايلايت لفوق قوي. جميل، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه اللومه ويف فور. في الجزء الثاني من الدرس بتاعنا هنتكلم على الواي سي ويف فورم واللي بيتظبط بدوره مع اللومه ويف فورم، وهنتكلم على الار جي بي ونشوف ازاي نعمل كلر كوركتنج ليه دي عشان نرجع الديتيلز مره ثانيه. اشوفكم في الجزء الثاني ان شاء الله.